إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. يا نبيل، أنا النهاردة بإذن الله هروح أزور بابا وأقعد معاه طول اليوم. أنا وإخواتي بهجت ومحمود ومنى وأختي منال كمان اتفقنا نعمل جدول لزيارة بابا، نزوره في البيت طول الأسبوع، يعني كل يوم واحد مننا يزوره، يعمل له كل اللي هو عايزه، يشوف أكله وعلاجه وكافة شيء، لأن اللي حصل لبابا مبارح خضينا عليه قوي. يا ساتر يا رب، إيه اللي حصل لعم سيد؟ ده احنا بنحبه قوي كلنا وبنعتبره، أنا عن نفسي بعتبره أبويا والله. إيه ده، وأنا ما قلتلكش؟ الدكاترة في المستشفى اللي الجيران قالوا عليه قالوا لنا ده نسي وأخد جرعة كبيرة من علاج القلب بتاعه، وده اللي خلاه أغمى عليه، ونصحونا إننا ما نسيبوش لوحده أبدا. علشان كده يا أخويا زي ما قلتلك قررنا أنا وإخواتي نزوره ونتابعه طول اليوم. أنت عارف بابا غالي علينا قد إيه. ربنا يخليه ويحفظه. عم السيد ده أنا بحبه أوي والله، وبعتبره زي أبويا وأكتر. أنا هاجي معاكم إن شاء الله نزوره ونسلم عليه. النهاردة هنتكلم عن مشاكل الأدوية الكتير مع كبار السن. الدراسات والإحصائيات العالمية بتقول إن أكتر من 40% من الناس اللي سنهم أكتر من 65 سنة بياخدوا 5 أنواع من الأدوية المختلفة بصفة يومية، و 12% من الفئة العمرية دي ممكن يوصل عدد الأدوية اللي بياخدها ل 10 أصناف في اليوم. موضوع تعدد الأدوية لكبار السن ده موضوع في غاية الأهمية لكذا سبب. أولهم إنه غالباً بياخد كم الأدوية ده لأنه مع تقدم السن ممكن يكون عنده كذا مشكلة مرضية محتاجة للعلاج، ضغط، سكر، زيادة كوليسترول، مشاكل في المفاصل. غير كده خطورة تعدد الأدوية عند كبار السن بتكمن في إن الأثر الدوائي والمضاعفات والأثار الجانبية بتزيد مع تقدم السن، وده بسبب إيه؟ بسبب قلة قدرة الكبد والكلى على التعامل بالشكل الأمثل مع الأدوية. والكبد والكلى هم العضوين الأساسيين المسؤولين عن التخلص من الآثار الضارة للأدوية في الجسم وتقليل سميتهم وإخراجهم من الجسم بصورة طبيعية. تزداد الأمور أهمية لما حد من كبار السن يحصل له طارئ، دور برد مثلا، نزلة معوية، كسر لا قدر الله، أو شرخ في أحد العظام، فبيحتاج ياخد أدوية تانية لعلاج المشكلة الطارئة دي جنبا إلى جنب مع الأدوية اللي بياخدها. في الظروف دي لازم اللي تعرض ليها يبقى مدرك كويس جدا وواعي وحافظ العلاجات اللي هو ماشي عليها أو كاتبها في لستة وعارفها كويس، علشان يبلغ بيها الطبيب اللي هيكتب له الأدوية للمشكلة الطارئة اللي جدت عليه، علشان يتجنب أي أثر ضار لدواء جديد الدكتور يكتبه له، ويتجنب كمان ما يسمى بتداخل الأدوية، وهي إن دواء يؤثر على مفعول دواء تاني يقلل مفعوله أو يزود مفعوله فيتسبب في مشكلة. ولازم برضو نبقى عارفين إن مش لازم كل شكوى مرضية بتبقى محتاجة الأدوية، يعني ممكن قوي تتحسن لوحدها أو بعض الأمور المنزلية البسيطة، وده لازم نراعيه خاصة مع كبار السن اللي بياخدوا أدوية كتير. من أحد أكبر مشاكل تناول الأدوية مع المسنين هي إنه ينسى الدواء بتاعه، ينسى ياخده، أو يكرر الجرعة مرتين بسبب النسيان برضه. علشان كده يفضل نستخدم مع كبار السن العلب البلاستيك اللي فيها أدراج متعددة وبنحط فيها الجرعات اليومية بس، كل حاجة في مكانها، اللي قبل الفطار واللي بعد الغدا واللي بالليل وهكذا. كبار السن أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا، زي ما حطونا في عينيهم وإحنا صغيرين لازم نحطهم في عينينا وفوق راسنا وهم كبار. دمتم بصحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.